للحديث عن هذا الموضوع معي من دبي الدكتور هشام جاد، أخصائي الأمراض الباطنية والسكري. دكتور هشام، أهلا بك معنا في برنامج استوديو الآن. طبعا أسئلة كثيرة أود أن أطرحها عليك، ولكن نبدأ برأيك في هذه الدراسة. والله هي دراسة جدا مثيرة يعني للاهتمام، بس لسه حقيقة لسه ما تمش هذا الكلام على أرض الواقع. يعني احنا حدودنا لا زالت ضيقة في التعامل مع الموضوع من ناحية الاكتشاف المبكر للسكر. طبعا نعم، خلينا نتفق على الاكتشاف المبكر لمرض السكر من الحاجات اللي احنا بنهتم بيها جدا في الوقت الحالي، بمعنى ان احنا بنوصي تماما تماما ان دايما الاشخاص اللي هم عندهم شبهة انه يكونوا مرضى سكري، يعني اللي عنده عامل وراثي، الاشخاص اللي هي بتبقى عندهم شراهه كتير في الاكل، اللي عندهم ارتفاع في نسبه الكوليسترول والدهون، اللي بنسميهم متلازمه الميتابوليك سيندروم، عباره عن زياده الحجم او الوسط الشخص اكتر من المعدل الطبيعي بتاعه، فدول ان احنا بنعمل لهم بعض التحاليل نشوف بيها هل هو فعلا معرض يكون مريض سكري ولا لا. طبعا من ضمن الحاجات ومن اهم الاشياء اللي احنا دايما بنعملها ما نسميه السكر التراكمي، اللي هو على اساسه نقدر نحدد اذا كان الشخص ده فعلا ممكن يكون مصاب بالسكري ولا لا. نعم، دايما بنوصي المرضى بتوعنا ان احنا بنقول له ارجوك موضوع اكتشاف مرض السكري امره جدا هين، عباره عن تحليل بسيط جدا من صبع الايد بجهاز معروف جدا، منه بنكتشف اذا كان انت مريض سكري ولا لا. بالتالي ان احنا لو كان الحاجات دي موجوده، شخص قليل الرياضه، شخص ده مثلا فيه عامل اسري من وراثي، الاب نعم او الام، بنعمل هذا التحليل. لو لقينا ان قيمه السكر التراكمي اكثر من 5.9، فبنقول والله انت كده مريض ما قبل السكري. بعض الاحيان بننبه لو كان مريض من 5.8 او 5.7، بنقول له والله هنا محتاج انك تدخل في مرحله من التعامل مع من تجنب انك تكون مريض سكري حقيقه، من ناحيه الرياضه، تغيير نظام الغذاء بتاعك، الحرص على تقليل نعم السكريات، اشياء كثيره جدا، حتى من التعامل النفسي، ازاي تستقبلك الامور، مزاوله الرياضه يوميا، كل الامور اللي مهمه تجنبا ان يكون مريض سكري على الصريح. نعم، أسئلة كثيرة دكتور هشام وردتنا على صفحة أخبار الآن على الفيسبوك من المتابعين، دعني أسألك إياها تباعا. هل السكر علاقة بالقلق؟ جدا لا شك، لان احنا في بعض الاحيان ان مش بالضروره، ودي نقطه في منتهى الاهميه، مش بالضروره مرتبطه فقط بالنظام الغذائي. بعض الاحيان الانسان اللي يزعل ويكون يجي له درجه من الاكتئاب او الشد العصبي او ما شابه، يكون الزعل في حد ذاته بيرفع انزيمات، بيرفع هرمونات معينه بتضاد عمل الانسولين اللي في البنكرياس، وبالتالي بيكون عرضه زي هرمونات الكورتيزون، هرمون الادرينالين، دي اشياء بتساعد على التبكير بالاصابه بمرض السكري. عشان كده دايما بنوصي الشخص ان دايما خلي هادي اعصابك، ودايما هتلاقي بعض الناس منهم بعض يقول اخي بتعصبني هتجيب لي مرض السكر، دي حقيقه. نعم، لسه مجرد كلام واحد. نعم، بنوصي دايما بالهدوء والتعامل مع الحالات على قدر الاستطاعه بالهدوء النفسي وعدم التعرض للاسترس الشديد قدر الاستطاعه. نعم، الوراثه تلعب دور في مرض السكري، هذا اجبتنا عليه قبل قليل. هل العلاج بالخلايا الجذعيه صحيح؟ هو في نحن خلينا نتفق ان ده لا زال في مرحله التطور بتاعه، وان احنا يعني قاب قوسين وان الامور داخله في تنفيذها، لان ده لا زالت دراسات قائمه عليه كتير في دول، زي في بعض الدول الاوروبيه بتقوم بهذا الامور. صحيح فيها بعض، ودي وليست تعميما، ما نقدرش ان دي تعميم، بعض النتائج بتكون لقينا في بعض النتائج المفيده، ولكن لسه ما نقدرش نقرر ان ده قرار يعتبر نهائي في التعامل نعم. مع مرض السكري. نعم، الامر فيها بحث. ممارسه الرياضه والذهاب الى النوادي يوميا هل لها تاثير على الاصابه بالمرض؟ جدا، لا هي لها تاثير على تجنب الاصابه. تجنب الاصابه، نعم. نعم، ودي نقطه منتهى الاهميه، ولها تاثير ثاني مهم جدا جدا بالتعامل مع الكنترول على مرض السكر نفسه، ودي خليني اقف عندها كثير، لان اللي احنا بنوصي دايما ان الشخص يكون يحلل سكر ويروح مجرد يمشي مثلا كام كيلو او وات ايفر او يلعب بعض رياضه، ينزل السكر مباشره دون ما الحاجه الادويه، فهنا بنوصي دخول الرياضه في عالم في التعامل مع مرض السكري، ودي من الاشياء المهمه جدا. نعم، سؤال اخير، هل هناك علاج نهائي وكامل للسكري؟ خلينا اقول يعني ما نقدرش ندين قرارها، احنا عندنا بنقول بنوصي دايما بالمتابعه، في لسه ادويه في تطور ان احنا تكون سهله في تناولها، بمعنى ان مثلا بنحاول حاليا اكتشاف بعض الانسولين عن طريق الفم بدل الوخز وما شابه، ان بتكون ادويه تتاخد تكفي ان تاخد مره واحده على مدار 24 ساعه، فبدل بنوفر على المريض بدل ما ناخدها كل 8 ساعات او كل 12 ساعه،
دي الاشياء المهمه جدا، انما لسه بعد ان يكون ينتهي تماما لسه، دي نتمنى من الله ان ربنا يرزقنا كبشريه في التعامل مع واختراع هذه الاشياء ان شاء الله. الدكتور هشام جاد اخصائي الامراض الباطنيه والسكري، اشكرك جزيلا، كنت معي عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. شكرا.